you gonna do now? It's your reflection looking back for you. So are you gonna die today? بطاش يا دمي, بطاش يا كبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكن يا اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هذا الفيديو غير كل الفيديوهات, راح تنبسطوا فيه وراح تستفادوا, مع انه ما في عدد كلات عالي, ما في دمج عالي, ما في جلد, ما في حماس, بس تابع الفيديو للنهاية راح تاخذوا منه شوية تيبس كيف تجيبوا الجيم تشيكن. حتى لو كنتوا عم تلعبوا رانك سول سكواد, تابع الفيديو للنهاية. اجاني تحدي من اخوكم بطاش على البث, كيف التحدي هو كان جيب الجيم تشيكن حتى لو انه ما في كلات بالجيم. كفيت الجيم للنهاية, اخذت شهيق زفير, ركزت, اجت الجيم تشيكن. واكتبوا لي بالتعليقات شو الشيء اللي استفدت منه بالفيديو. طبعا اكيد الناس اللي حابه تركز بالجيم وحابه تطور حالها راح تعرف شو هو الشيء اللي لفت نظرها بالجيم. اكتبوا لي اياه بالتعليقات, بحبكم كثير, الله يجزيكم الخير, ويلا سلام. ويت شباب, انا كل جمعه راح اعمل كوستومات, واحده سولو, واحده دو, واحده سكواد. اللي بيربح السولو حلعب معه دو, اللي بيربح الدو رح العب معه سكواد. رح نعمل كوستومات كل جمعه على الساعه 8 المساء بتوقيت السعوديه. رح نعمل فعاليات ونصير نتقرب من بعض اكثر واكثر ونكبر العيله بوجودكم يا حبايب القلب. وهلا سلام. راح المعاش بطاش. بالسلامه عم نلوشي على اللوشي. يا هلا يا اخوان, 50 كيف تصب؟ طل لي اياها بين لو سمحت اخونا ابو حسن او بطاش من بعد امركم طبعا, فضلا وليس امرا, بس حطوها بين انه هالجيم حركز. ان شاء الله حجيب الجيم تشيكن. انا بس ركز اخوي, بركز يعني بجيب الجيم. اخر مره كان عندي تحدي على ايفون 15, جبت الجيم تشيكن من محوله واحده. بعتبر حالك اخوي خسرت. اخوي بطاش 50 gift subs. What do you think guys, I can make it? I can do it guys or no? شو رايكم يا اخوان؟ نجيب التحدي ان شاء الله او لا؟ This is the first game so I didn't warm up. مشكوك بامرك لكن الله يوفقك. يس اي ولا شنواني ومثل هذا الموطي ليلي ايزي. التحدي اي بالمفتي. يي يا شباب يا اخوان, الاسم هذا ضروري. الاسم يا اخوي هو عباره عن اخوي السكوف. التحدي هو 50 جيفت صب مع تشيكن. هوس كان عنده في مصر. يب عارف عارف كان بمصر. رجع هلو هلو كوبي فن مان. يس فن مان جي, بس بدنا عيشان ما كمبره. بدنا عيشان ما كمبره حبيبي. قال لي تشيكن دينر الزلمه, ما حدد كلات. ايوه يعني الجيم حتكون تشيكن باذن الله حبيبي. كم تو دبي حبيبي من منزحله. I'm good Amira. لو تلعب اوتسايد مستحيل من غير كل او كل واحد. ايه هذا قصدي يعني. ما بدنا نجيب كلات. ثانك يو ثانك يو موستي. ايش جيت؟ حبيبي ثانك يو. عارف واحد جاب وين زيرو كيل؟ عارف يب عارف هذا. شفته هي انا. هاد زون اخر واحد. يب. يا موستي. شور براذر ذاتس واي برو. نايسو نايسو جايز. تشيكن دينر 50 جيفت سبس. تشيكن دينر ماي فريندز 50 جيفت سبس. ليتس جو. I'm gonna hide here. Let's go for a camp. What do you think guys? I have to play like this or I have to show where I am? I mean, I have, you know guys, sometimes you have to show like if you are hiding, they're gonna push you because it's center zone. If they see you, they will not push you, I think. It does, like, it depends on the players. You know? Yeah, just a chicken.
انا الزوم تحسها حتوقف هون عندي الزوم، مش حاسه انا بعرف ليش كثير الزوم بتعمل شفت لفوق لهون، في الزوم تخلص هون كمان وهون كله هون. سبحان الله صعب الجيم، صعب الواحد يفهم وين الزون، ما انا سهل ابدا. يعني لو سهل الزون تحفظ وينه كان كثير تيمات ربحت بعد البطولات بنفس الاسم، بس الزون راندوم طلعوني الزون. بشكل عام يا اخوان هذا الكومبات كثير مهم بالبطولات، هذا الكومبات اللي انا فيه هلا كثير مهم بهي الزون. ما في شغلات الا برايورتي، عرفت شو قصدي؟ في شغلات الا اولويات روح عليهم. بريزن ولا مرة سكرت الزون جوا بريزن يا موها، هيك ما فيك تطلع منه شو اسمه، عرفت شو قصدي؟ ما فيك تطلع منه لبريزن ابدا. عرفت شو قصدي؟ ما فيك تطلع منه ابدا لبريزن. مين الان راح بطل كمان؟ المفروض الزون تجي عندي، المفروض الزون تخلص هون يا اخوان الا اذا عملت شيفت ثاني لهون. هذا كثير مهم، هذا اذا كانت الزون اللي بعدها نيكست عليه حسب. Where is 25 left into zone 3؟ No, it depends on the rank, you know. It depends on the rank. People playing for hot drop if they're like, you know, hot drop. So it means people playing for hot drop, so they are losing points. So that's why their rank is low. When you play with high rank, you know, when you play with high rank, so no one go for hot drop. So everyone playing for points. Everyone trying to be survived. That's why مين أصعب تكون زون غير معروف ولا تكون زون معروف في الجيم؟ ما في زون معروف، في زونات معروفة بلا حسب إذا كان في جبال مثلا، في جبال في تلال بالإي سبورت، وفي في أماكن ما بتجي الزون عليهم، في أماكن ما بتجي الزون عليهم أبدا. يعني خلص هاي الزون، إذا مثلا هاي التلة موجودة بالزون، حتكبها برا خلص معروفة، فبيروح على المكان الثاني. هلا فرجيكم شو قصدي بالتواير لعب طرف. عم فكر اعمل سنين للشلتر، كمان ممكن تعمل شيفت لعندي هلا، ممكن تعمل شيفت لهون، لا تكون محدده من اللعبه يعني مبينه. ما بتتحدد برو، كثير صعبه، يعني انا كنت هون شايف؟ انا كنت بهذا الكومباوند، اوقات الفيز نفسها الزون نفسها بتكب لعندي، تجي عندي فيز 9 هون، على هون على الطريق هذا، فيز 9، مشان هيك انا ما خاطرت رحت لهون، انا عارف انه في ممكن شيفت لهي الجهه، انا عارف في شيفت لهون، بس ما بروح من اول زون، انه يمكن ترجع لعندي، عرفت شو قصدي؟ كمان طرف لي فوبكا من جهه الشاطئ مره حلو، بس ما بتكب الزون هونيك اخوي، كب لهون، بتسكر هون فيز 9، عرفت شو؟ اذا عملت شيفت على البوفكا، سكر هون بس، انجلش؟ عم تكر اباوت ذا زونز. لا مو توقعات ابدا، في شغلات معروفه مبينه. انا ما عم اتوقع لك هلا انه الزوم ما بتذكر بمرتا، انا متاكد لك ببوفك عفوا. نايس ايم باد بوي. This weapon is really. I don't know. This is the first time or second time I play this weapon, guys. اهم شيء معروف انها توخر عن الماي والجبل. صح ممكن تكب الزون عملتها على الشلتر، عفوا جوات الشلتر. اوقات بسكر الزون بالشلتر يكون في واحد تحت وواحد فوق، بيموتوا العالم وهن عم يهيلوا فيرست ايد، بسكر بقلبها. هذا فنش واحد، هذا لازم يقتله هونيك بالكومباوند. اذا قتلته برتاح لانه هذا عراق يخوف اللي معه بي 90.
لانه فايتين هون على اليلو هون هيك في سولو بالكومباوند كمان مع داسيا بيضا كان ليكو ليكو عرفان فيني هذا شلون عرفان فيني؟ عرفان فيني هاد مع سيارتي يمكن ما؟ اتوقع لما شغلت السيارة طفيتها This guy he knows about me guys Yes No I don't know شوفوا هاد يا اخوان عرفان فيني ولا لا؟ 6 alive 5 4 This guy is 4 This guy 1 maybe No 1v4 2v واحد عايش يا الله في شخص معروف وينه يا شباب إذا اثنين فوق واحد هون وأنا الرابع في واحد خامس مبين يا اما اثنين 2v1 فوق معقول 2v1 فوق مدورة واحد يس they are looking for one و 2v1 v1 إذا هدينك نزلوا النوك إذا السورو اللي فوق نزل النوك برتاح كتير شافني يا زلمة كان ضرب نايس someone shooting him Okay, this guy's solo pushing them, so I'm good. I have no fight hella. 1v2v1. He's solo push, he'll come out. I have no fight with solo. Phase 7, so let's add horn. I'm not shift to under enemy yet. I have to fight the fight until when he's what's his name. I have to fight him. 2v1v1v1. I killed solo. So 2v1 here. I have no fight with this one. There's solo here. Nice. 1v1. One knock. I'm going to shoot him, God. On the Easy boys, easy chicken guys, easy challenge, inshallah. بطاش يا دمي بطاش يا كبير guys I had a challenge chicken dinner 50 gifts up على راسي على راسي يا اخوان جي جي جايز والله العظيم شباب شوفوا الواحد بس يكون عنده خبره بالجيم والله بيجيب الشيكن ايزي عرفتوا كيف؟ يعني الواحد بيلعب بخبره بيجيب الجيم عرفتوا شو قصدي؟ والله انا ممكن ما بقول لكم انه انا خبرتي قويه بس انه خبرتي كافيه اني اجيب جيم الشيكن عرفتوا شو قصدي؟ بعرف مثلا شلون العب زون بعرف شو اعمل كنت تطلعوا مثلا تشوفوا الكلفيد دائما شوفوا الكل شوفوا الكلفيد عرفتوا شو قصدي؟ جي جي جايز ثانك يو سو ماتش ثانك يو فور ذا تشالنج مرحبا ان شاء الله تكونوا باحسن حال ما تنسونا من كبسة اللايك والتعليقات الحلوه اللي عودتونا عليها منكم حاب اذكركم في شغله صغيره باليوتيوب اللي هي اسمها التعليق المميز او الانتساب للقناه او الاشتراك الشهري بتذكركم من كل قلبي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هذا الفيديو عملته لحتى اشرح لكم كيف فيكم تدعموني عن طريق السكنات اللي عم تشتروها من شركه ببجي كل اللي عليكم انكم تفوتوا على هذا الموقع موجود بالوصف وتعملوا تسجيل الدخول عن طريق الجيميل تبعكم بعدين تعملوا ربط الحساب عن طريق الستيم بعدين تحطوا الكود تبعي اللي هو badboy2k شكرا لكم من كل قلبي الله يسعدكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله حبايب القلب